السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من المشهد التونسي تأتيكم من قناة المغاربية في لندن. كلام كثير يتردد منذ سنوات حول حقيقة ثروات تونس من النفط والغاز، وأيضا حول الواردات والصادرات في هذا القطاع، كما أن غموضا كبيرا يحيط كذلك بالملف، خاصة حول الكميات المستخرجة من حقول النفط التونسية والنسبة التي يقع تصديرها، وأيضا حول الشركات البترولية الناشطة في بلادنا. لكن كل ذلك يقابل بتعتيم تام من الجهات الرسمية، ما يوحي بنقاط استفهام عديدة حول لدى كثير من التونسيين، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار تصريحات محافظ البنك المركزي الذي عبر فيها عن استغرابه من عدم توفر معطيات حول عائدات هذا القطاع. تونس تنتج 55 ألف برميل من النفط و 6.9 مليون متر مكعب من النفط يوميا، هكذا أجاب وزير الطاقة زكريا أحمد داعيا إلى الكف عن التهويل في خصوص ثروات تونس النفطية، مؤكدا أن كل شيء مقيد، أي قيد التسجيل والمراقبة. إذا كان كل شيء مقيد كما قال الوزير، لماذا هذه الضجة الفيسبوكية والإعلامية حول شعار وين البترول متاعي ولا داعي لركوب البرداعي، التي اجتاحت المواقع الاجتماعية وبعض وسائل الإعلام في محاولة للضغط على الحكومة لمعرفة مصير ملفات عقود الطاقة التي أبرمت مؤخرا. وأكد بعض المشاركين في الحملة أنهم لن يكفوا حتى يتبين لكل تونسي مصير ثروة البلاد النفطية، وأن محاولات في التعتيم الإعلامي وإثارة بعض الملفات الجانبية كقضية المثلية الجنسية وغيرها لن تثنيهم عن الوصول إلى الحقيقة كاملة غير منقوصة. بعض الخبراء من أهل الاقتصاد والطاقة يؤكدون أن الثروة الطاقية التونسية منهوبة وتقدم كهيبات إلى شركات أجنبية. مثبت من أكثر من مصدر، وأنا لا أرمي ورودا للشعب التونسي ونخليه يحلم. يا توانسة، أنتم تسبحون فوق بحيرة من البترول، فقط وحد المؤسسة البترولية، كنا مؤسسة للبترول والمنج، تولى إدارة هذا الشأن واطردوا السماسرة وخدموا أولادكم اللي قاعدين تحت الحيوط في مجال البترول والغاز، وسترون أن تونس ترجع إلى عهد قرطاجن. حمى الهمامي زعيم الجبهة الشعبية طالب بتكريس الشفافية في ملف الثروات الوطنية، ودعا الحكومة إلى احترام الفصل 13 من الدستور الذي ينص على أن الثروات التونسية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه، من أهمها عقود استغلال الغاز الطبيعي في تونس، حقل مسكار للغاز الطبيعي الذي تستغله شركة بريتش غاز والموجود في عمق بحر صفاقس. الغاز المستخرج من هذا الحقل يستعمل لتوليد حوالي نصف الاستهلاك التونسي من الكهرباء سنويا، ويمد تونس ب60% من حاجية البلاد من الغاز المعد للاستهلاك المنزلي. الدولة التونسية أسندت حقل مسكار بنسبة 100% للشركة المستغلة بريتش غاز، وهذا مخالف للفصل 13 من الدستور الجديد الذي يضمن حق ملكية الشعب للموارد الطبيعية الموجودة تحت السيادة التونسية، وفيه مخالفة حتى لقانون المحروقات لسنة 1999 الذي ينص على وجوب مشاركة الدولة التونسية في كل مشروع إنتاج لمحروقات مستخرجة على أراضيها. إذن مشاهدينا الكرام، نعود للوقوف عند هذا الملف الذي كثر كما ذكرنا الحديث عنه، وللتعليق عليه أسعد باستضافة الخبير الاقتصادي الأستاذ معز الجودي معي عبر الهاتف من تونس، ومعي كذلك الخبير الاقتصادي والصناعي الأستاذ جمال الدين العويديدي. مرحبا بضيفي. أستاذ معز، أبدأ معك بسؤال سهل وبسيط يطرحه كل التونسيين حول حقيقة الثورة البترولية التي لدى تونس. لو أردت منك الإجابة عن هذا الموضوع فيما يخص الكميات، فيما يخص الاستغلال، من يستغل إلى غير ذلك. شكرا على الاستضافة، تحية لكل المشاهدين وتحية لضيوفك الكرام. مرحبا. تونس بلد فيه ثروات طبيعية، فيه بترول، فيه غاز، فيه مناجم، فيه فوسفات. تونس بلد
صغير في الحجم لكن كبير برجالاته، كبير بثورته المجيدة، كبير ببنائه الديمقراطي. تونس فيه مؤسسات جمهورية، فيه هياكل إدارية، فيه كما يقولوا عدة قوانين، عدة أطر قانونية، لكن فيه زادة في نفس الوقت بعض الإخلالات وبعض التجاوزات. هذا حاجة طبيعية وحاجة واضحة، والثورة التونسية قامت على هذه التجاوزات وعلى هذه الإخلالات، وهذه الإخلالات والتجاوزات يجب أن يقع سلاحها بعد الثورة وفي المدة هذه وفي المدة القادمة وفي إطار البناء الديمقراطي الذي صار في تونس. هذا الكل نحن واعيين به كمسؤولين وكمجتمع مدني في نفس الوقت. أنا أنشط في المجتمع المدني كرئيس جمعية تونسية للحوكمة وأنادي كل يوم بكل ما هو إصلاحات، بكل ما هو شفافية، وبكل ما هو حكم الرشيد. بالنسبة لموضوع الثورة، الثروة النفطية والثروات الطبيعية، الثروات هذه موجودة في تونس لكن كميتها محدودة، وهذا الأرقام والدراسات واضحة لدى الهياكل الرسمية كما معناتها رئاسة الحكومة، وزارة الصناعة، إدارة العامة للطاقة، في أرقام ومؤشرات رسمية. ممكن تعطينا أستاذ معز، ممكن تعطينا بعض الأرقام وهذه المؤشرات مثلا حول حجم ما يمكن ما تملك تونس حاليا حسب الدراسات؟ يعني مثلا واضح الله يبارك في تونس هناك إنتاج نفطي يقدر ما بين 55 ألف و 60 ألف برميل نفط يوميا. ما بين 55 و 60 ألف برميل نفط يوميا إنتاج في تونس. الحاجية تونس في النفط يوميا في معناتها ما يقارب 145 برميل نفط يوميا. إذا تونس لا تنتج كل ما تستهلكه، وجزء من الاستهلاك يأتي من الواردات. في ال 55 ألف 60 ألف برميل نفط يوميا هناك 38 ألف برميل يقع تسكيلهم في مؤسسة تكرير النفط اللي موجودة في جرزونة حضن بنزرت في شمال تونس. وكل ما يكرر من النفط لا معناتها ما يقعدش بصفة نهائية، 30% فقط من ما يكرر يقع استهلاكه، إذا الباقي كله يقع استيراده من الخارج، لأنه النفط التونسي الجودة نتاعه ليست جودة عالية. وكلفة الإنتاج نتاع النفط، كلفة استخراجه هي كلفة عالية، لأنه النفط هذا موجود في الأعماق، ما لازم يقع حفر آبار عميقة لمعناتها إيجاد النفط هذا. إذا كلفة الاستثمار وكلفة الإنتاج هامة ياسر لاستخراج هذا النفط الذي ليس موجود بالكميات الخيالية الذي يقولها البعض. هناك كميات محدودة يقع استهلاكها، يقع استخراجها، والباقي يقع استيراده. بعد في نفس الوقت هناك غاز في تونس، مع النفط هناك غاز. تونس تنتج من الغاز ما يكفي 43% من حاجيتها. 43% من حاجيات تونس معناتها يقع سدها بالغاز الذي ينتج في تونس. والباقي يقع استيراده من الجزائر، ويقع كذلك أخذه عن طريق الأنبوب الذي يمر معناتها من تونس. 7% يعني 7% من الأنبوب والباقي من الجزائر. والباقي من الجزائر. هذا هو. الآن هناك هذا الإنتاج الذي ليس الإنتاج غير كافي. وهناك مجال آخر للتنقيب، هذا وارد وموجود. إذا التنقيب معناتها يجب أن يقع تنميته في تونس لاستخراج كميات أخرى لسد حديد تونس من الاستيراد اللي هو يتعامل الثروة بالدولار. لكن في نفس الوقت التنقيب معناتها ما لازمش يقع بواسطة الشركات التونسية التي هي ليست لها الإمكانيات المادية والتقنية الكافية والبشرية في نفس الوقت للقيام بالعملية هذه. هذاك علاش يقع استدعاء شركات أجنبية التي تستثمر، التي تأخذ مخاطر وتنقب على النفط، وبعد وقت اللي تلقى النفط في إطار ما يعبر عنه بمجال المحروقات، هالشركة الأجنبية هذه واجب عليها ومفروض عليها أنها تقسم هذه معناتها هذا الإنتاج وهذا النفط اللي يقع زاده تقسمه مع الشركة الوطنية للنفط بنسبة 50%. وفي نفس الوقت الشركات الأجنبية هذه لازمها تدفع ضرائب. لكن نختب النقطة هذه، هذا الكل معناتها مؤطر ومقنن وواضح للعيان، لكن هذا ما يمنعش أنه صاروا بعض التجاوزات في إبرام العقود وتصرف فيها العقود. أكيد. أستاذ معز،
عذرا سامحني، خليك معي ساعود اليك، خليني اخذ كذلك راي وتعليق الاستاذ جمال الدين العويديدي اللي هو خبير كذلك اقتصادي وصناعي. استاذ جمال الدين، يعني كنت استمع لكلام الاستاذ معز الجودي الخبير الاقتصادي انه ليس هناك هذه الكميه الكبيره اللي عندها تونس حسب ما وقع تداوله في المده الاخيره، وان النفط ليس ذو جوده عاليه في المقابل يعني مصاريف استخراجه باهظة جدا، وأن الشركات الأجنبية تعطي 50% إلى تونس إضافة للضرائب. هل الأمر بهذا الشكل؟ لأن هناك يعني مثلا يعني نأخذ على سبيل المثال تصريح لسيد شادي العيالي اللي هو محافظ البنك المركزي حينما يتحدث على أن هناك يبدأ حتى استغرابه من عدم توفر معطيات واقعية بالنسبة إليه وبالنسبة للبنك المركزي حول عائدات هذا القطاع. لماذا ليست هناك شفافية في هذا الملف بالذات؟ شكرا على الاستضافة وتحية لمشاهدي قناتكم الموقرة ولضيفك الكريم. مرحبا. في الحقيقة السؤال الذي يجب أن يطرح ليس يعني بصورة أن هل هناك مثلا بركة من البترول أم لا في تونس. الإشكال المطروح هو كيف يتصرف في هذه الثروة، معناها في ماهية العقود وفي بواطن العقود الذي مثلا تتحدث عن مشاركة في الأرباح، ولكن الأرباح ممكن أن يتم ابتلاعها عبر مثلا الزيادة في المصاريف وفي التكاليف إلى غير ذلك، وإحنا هذا فيه كلام كبير. على كل حال أنا حبيت ننطلق من البداية أن تونس كانت عضو في اللوباك، وهذا قليل من يعرفه. أن تونس كان معناها ميزانيتها مثلا في السبعينات 70% من التصدير متأتي من البترول، وهذا لا ينكر إنسان لأنه هذا تاريخ. أنه ربما نقص التنقيب هذا ما يقال، لكن دائرة المحاسبات أثبتت في تقريرها 2012 أنه هناك تجاوزات وإخلالات كبيرة جدا، وهذا مقوضاة معناها في الحقيقة معناها من المفروض أن نتخذ معناها تقريرهم بكل جدية. وقد ذكروا عدة إخلالات منها في العقود ومنها في تصرف في تلك العقود إلى غير ذلك. على سبيل ذكر العقود أستاذ جمال الدين، يعني هل أن كل الشركات فعلا تعطي 50% أو 49% في الحقيقة إلى الدولة التونسية، أم أن هناك حديث على أنه تونس في بعض الأحيان تأخذ بس 10% والباقي يذهب إلى الشركات الأجنبية؟ يعني هذا من جهة. أنا نحب نذكر مثلا الأخ معز الجودي ذكر مثلا الغاز الطبيعي اللي يغطي 43 من حاجيات تونس في استهلاك الغاز الطبيعي. نعم. 43% هذه متأتية من مسكار، من يعني محطة إنتاج الغاز الطبيعي مسكار، اللي هي محطة 100% يعني من رأس مالها ومن مستحقاتها ماشى البريتش غاز اللي هي تتصرف فيها، واللي تنازلت الشركة الوطنية للأنشطة البترولية تنازلت على حقها في المشاركة في هذه المحطة. نعم. وبفعل فاعل يعني في عهد النظام السابق. واليوم مثلا تبيع في الغاز الطبيعي التونسي لشركة التونسية للكهرباء الغاز بسعر عالمي بالعملة الصعبة. ولذا معناها كي نقولوا نغطي، يعني استاذ جمال الدين، يعني البي بي اللي بريتش بتروليوم تستغل بريتش غاز تستغل في الغاز التونسي، تستغل فيه وتبيع فيه لتونس نفسها، يعني غازنا بالعمله الاجنبيه وبالاسعار العالميه كذلك. العالميه. نعم. هذا ما يجري اليوم. وهذا ربما هذوما من الإخلالات الكبيرة جدا اللي موجودة، وهذا طبعا كانت من الممارسات الموجودة. السؤال المطروح هنا، لماذا مثلا دخل القطاع الخاص حتى الخاص التونسي في هذا القطاع اللي هو يعتبر يعني ثروة وطنية؟ ومن الأحسن والأفضل
أن يتم معناها التصرف فيها كثروة وطنية مثل ما كان في عهد بوركيبة في الستينات مثلا وفي السبعينات وحتى الثمانينات. ثم الإشكال الثاني أنه عندما نتحدث على المواضيع الهامة هذه لابد من ذكر تقارير وكالة الأمم المتحدة للتنمية والتجارة والتنمية اللي هي الكنيسات اللي تتحدث على خلق مجلات خاصة بالطاقة وبالمناجم فرضت في إطار الإصلاحات الهيكلية التي أملاها صندوق النقد الدولي، وهذا معناه موثق في تقريره في سنة 2005 تقريبا، وموثق ويقول تم تجزئة الوزارات السيادية للاقتصاد في كل البلدان الإفريقية بما فيهم تونس، واعتماد وزارة الصناعة، ثم خلق وفرضت مجلات هذه الطاقة، المجلات الطاقة ومجلات المناجم لتسهيل تمرير عمليات ولوج الشركات العالمية لاستنفاذ الثروات الوطنية. هذا موثق. طيب. لذا اليوم المطلوب هو الشفافية قبل كل شيء، مهما كانت النسبة كبيرة أو صغيرة، ما هذا مش هذا الموضوع. الموضوع هو الشفافية في التصرف. واضح. أستاذ جمال الدين، الآن هل الكميات التي وقع الحديث عنها في وسائل الإعلام التونسية، وأن تونس وحتى في التقرير هناك من يتحدث على أن تونس تسبح على بحر من الغاز ومن البترول، هل هذا الكلام صحيح أم فيه مبالغة لا، هو أنا حسب رأيي السؤال الذي يجب طرحه ما هو مدى الشفافية في استغلال هذه الثروة حتى وإن كانت صغيرة؟ هذا هو معنى، هذا هو السؤال. هو هذا سؤال مهم، لكن الأهم ربما السؤال الكريم. نعطيك مثل لحظة. تفضل. مثلا في الفصل 129 من مجلة الطاقة تم السماح للشركات الغير مقيمة لتصدير مبيعاتها من البترول ومن الغاز من الطاقة من غير ما تتعدى محاسبتها على طريق البنك المركزي، باش يعرف على الأقل حجم تلك المعاملات. هذا لماذا الأستاذ محافظ البنك المركزي يقول أنه يستغرب من أنه ليست لديه معطيات حول عائدات هذا القطاع فعلا لأنه مجلة الطاقة طوعت بطريقة وفصلت بطريقة تسمح أن البنك المركزي ما عندوش مراقبة على هذا القطاع. وهذا هذا طبعا يبعث الريبة ويبعث الشكوك، وهذا معناه أمر مشروع أنه هناك ريبة وهناك شكوك. سيد مهما قيل. أستاذ جمال خليك معي لو سمحت، سأعود إليك. أستاذ معاذ الجودي إليك مرة أخرى، هناك حديث على أن هناك شركات أجنبية وخليجية كلها تسعى إلى أن تبرم عقود مع الدولة التونسية لاستخراج الغاز أو لاستخراج للتنقيب كذلك على البترول. إذا كان البترول كميته محدودة وكذلك تكاليف استخراجه باهظة جدا وأنه ليس له الجودة المطلوبة، لماذا كل هذا التهافت من هذه الشركات الأجنبية على الشغل والتنقيب في تونس؟ أنا حكون موضوعي وحكون واضح. أنا موقفي واضح أنه ملف المحروقات في تونس يجب فتحه. أنا مع الشفافية ومع الحوكمة الرشيدة، وقلت أنه كما أي قطاع آخر القطاع هذا فيه بعض التجاوزات، فيه بعض الأمور الغير واضحة، والتجاوزات هذه والأمور الغير واضحة موجودة في ملفات أخرى وفي قطاعات أخرى، وظهرت العيان بعد الثورة وقت اللي الملفات هذه، وقت اللي الإعلام ولا حر، وقت اللي صمم مجتمع مدني، وقت اللي ولا التونسي نجم يتكلم بكل أريحية. لكن أنا دي ضده، أنا شو نخالف؟ نخالف كل ما هو معناتها سيطرة الشركات الأجنبية أو المستثمرين الأجانب أو التوانسة، كل ما هو تلاعب بالملف هذايا لغايات سياسية، كل ما هو تهييج، كل ما هو شعبوية. لأنه وقت اللي بعض الأشخاص يحكيوا بالطريقة هذه على الثورة، على الثروة المنهوبة وعلى البترول المنهوب وعلى التلاعب وعلى التجاوزات، بعض الأشخاص أخرين يستغلوا هذا الموقف
ويذهبون على المواقع الاجتماعية ويذهبون إلى الشارع ويقولون للشارع أن الدولة تنهب ثرواتهم وأن الخارج ينهب ثرواتهم، فأخرجوا وعملوا اعتصامات وعملوا إضرابات ووقفوا البلاد للحصول على هذه الثروة. طيب إذن أستاذ معز، أستاذ معز تجهيز الشارع واضح معناتها طبعا الشعب. أستاذ معز، أستاذ معز الآن بهذا المعنى إذن بتقديرك لماذا إلى حد الآن يعني الكل يعلم أنه لجنة تقصي الحقائق لجنة عبد الفتاح عمر رحمه الله يعني أحالت على وزارة الصناعة 64 ملف فيه شبهة فساد، هذه الملفات تم ركنها جانبا، لماذا لا يراد فتح هذا الملف؟ من الذي يريد الإبقاء على هذا الملف مغلق يعني اليوم؟ هذا عملنا كل يوم في المجتمع المدني في جمعية رسالة الحكومة، نقوم بالضغط لفتح كل الملفات. أنا أريد أن أذكرك ليست فقط ملفات المحروقات اللي هي مخلوقة إلى حد الآن، هناك ملفات أخرى، هناك ملفات مصادرة المؤسسات التي وقع مصادرتها من عائلات المتنفذة في عهد بن علي، هناك ملفات تخص الاقتصاد المواجي، هناك ملفات فساد، هناك عدة ملفات. لأنه أنا حأجيبك على سؤالك، لأنه ما فيش استمرارية في معناتها العمل الإداري والعمل الحكومي. نحن تونس في ظرف 4 سنوات 5 أو 6 حكومات، فنحن الآن موجودين على الساحة نضغط على هذه الحكومة التي هي حكومة نوعا ما مستقرة ومنبثقة على انتخابات، ومرينا من مرحلة انتقالية إلى مرحلة قارة لنعطي أكثر وقت للحكومة هذه والحكومات القادمة لفتح هذه الملفات وللنظر فيها. فليس بالخصوص ملف المحروقات أو النفط الذي هو مغلق إلى حد الآن ولم يقع معه تعاتب إيجابية، هناك ملفات أخرى، لكن لا يجب أن يقع تلاعب بهذه الملفات بأغراض سياسية. هنا شو اللي صاير هنا في تونس؟ اللي صاير أنه يقولون أنه الأهل الجنوب أنه النفط موجود في الجنوب بكميات معناتها كبيرة ويقع استنزافها من الجنوب إلى الشمال، هذا من شأنه أن يخلق فتنة ما بين أهالي جنوب تونس وأهالي شمال تونس. هل هذا معناتها عادي أو هذا مستحب الآن في تونس؟ هذا شو يقول؟ أنا لا يجب أن يقع معناتها التعامل مع ملفات كما هذه بغايات سياسية وبطريقة شعبوية، لكن يجب الضغط من أجل شفافية الملفات هذه وإعادة نظر في حوكمة قطاع المحروقات في تونس، هذا موافق عليه أنا. طيب أستاذ معز أختم معك بهذا السؤال، لماذا الحكومة لا تصارح التونسيين بأرقام مضبوطة؟ كم يعني كم يقع الاستغلال؟ ما هو مساهمة نسبة مساهمة هذا القطاع في ميزانية الدولة؟ لماذا حتى محافظ البنك المركزي لا يعرف كثيرا عن تفاصيل هذا الملف؟ وحتى أنت ربما مطلع على تصريحات التي كانت في الحكومة السابقة حكومة الترويكا أساسا الأستاذ عبد الرحمن لدغم وزير الحوكمة كان يتحدث على أن هناك لوبيات في قطاع النفط أوقفت كل آليات الرقابة، لماذا لا تصارح الحكومة الشعب التونسي فعلا بالموجود يعني؟ أنا حأجيبك على هذا السؤال المهم بكل صراحة، أنا ما عنديش لغة خشبية وحأجيبك مباشرة. أنا مانيش مدافع عن الحكومة، ما عندي حتى ارتباط بالحكومة وحتى انتماء سياسي، سأقول لك ما أعتقد. الحكومة صارحت الوزير الصناعة السابق والإدارة العامة للطاقة الحالية صارحوا وقالوا لنا نحن كمجتمع مدني توجهنا للإدارة العامة للطاقة وتوجهنا للسلطات وأعطانا الأرقام، قالوا لنا أن تونس تنتج 65 ألف برميل نفط يوميا، أنه يقع تكرير 30%، أعطاونا الأرقام كلها وأعطاونا حتى معناتها خريطة التنقيب في تونس وأعطاونا معناتها الارتباطات والعلاقات بالمؤسسات الأجنبية والمؤسسات التونسية وأعطاونا معناتها مجال المحروقات، وقالوا أنه هناك مشروع لإصلاح مجال المحروقات وهناك مشروع لإنشاء هيكل حوكمة عمومية في مجال الطاقة. هذا الكل صار فوقية، معناتها يجب أن نكون موضوعين. لكن تقول لي أنت محافظ البنك المركزي، شخص محافظ البنك المركزي الشخص الاسم بالذات ليس المهنة، السيد شادي العياري معروف عليه أنه معناتها منذ 2012 مواقفه مترددة ومواقفه معناتها غير قارة ومواقفه غير واضحة. هو في بعض الأحيان يقول معناتها ليست هناك أزمة اقتصادية في تونس وخرجنا من عنق الزجاجة، وفترة أخرى يقول أنه هناك أزمة اقتصادية، وفترة أخرى يقول أنه معناتها فيه شفافية، فترة أخرى يقول ما فيهاش شفافية. الشفافية يفقد المصداقية، ما عندوش مصداقية كيف كشخص. واضح. الحكومة بصفة عامة والأطراف الحكومية معناتها أعطاوا الأرقام وأعطاونا التفاصيل كلها.
شكرا جزيلا لك أستاذ معز الجودي الخبير الاقتصادي، كنت معي من تونس. وأعود لأستاذ جمال الدين العويديدي. أستاذ جمال الدين، ذكرت أنت في بداية مداخلتك أن نسبة مساهمة قطاع المحروقات يعني في ميزانية تونس كانت في حدود 60 أو 70%، الآن كم هي النسبة؟ الآن هناك تراجع كبير يقول البعض، ما سببه؟ هما سببين أساسيين. أولا هناك دخول يعني ولوج القطاع الخاص في هذا القطاع، أصبح معناها في 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 يعني ليس لم يصبح في مصداقية معناها واضحة وشفافة، وهذا بالتأكيد. لأنه لازم نذكره بعدة معناها عقود، مثلا كانت تجدد التنقيب وقت اللي هي كانت في 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 حالة استغلال، وهذا معروف. ثم نحب نذكر كذلك أنه السيد مهدي جمعة قبل خروجه وتسليمه للسلطة في المدة الأخيرة استفتى عن طريق المحكمة الإدارية بطريقة مشبوهة، وجدد عقود معناها عديدة، معناها وضرب بعرض الحائط الفصل 13 من الدستور، وكان معناها من الممكن أن يترقب أن تستلم السلطة المنتخبة الجديدة السلطة. أستاذ جمال دي بين قوسين، الفصل 13 من الدستور ما هي مادته؟ على أي شيء يتحدث؟ عن المحروقات يتحدث أو لا؟ هو ذكر البر والبحر والجو، يعني حتى لا نصبح معناها، هو ذكر كل الثروات الباطنية منها، سواء كان فوق الأرض أو تحت الأرض. هذا يعني ثم فيه مثلا الوزير بشواريك يعني ما يعني فعلا أنه هناك نوع من الغموض والريبة يعني والشك، أن وزير الصناعة الحالي اللي ما بين قوسين كان رئيس ديوان سيد عبد العزيز رصاع اللي هو كان وزير الطاقة بعد سي عفيف جلبي، يعني هناك تواصل في السلسلة ربما ليقول بعض للتغطية على هذه العقود. ربما مثلا أصبح معناها يشكك في الفصل 13 ويقول هذا الفصل يعني يقوم بتعجيز بعملية تعجيز إلى غير ذلك، وقت اللي هو يعني هو حب يضمن معناها مستحقات الشعب التونسي، خاصة بعد معناها المدة مع ربع قرن من السرقة ومن النهب ومن الاستغلال الغير واضح والغير شفاف. لذلك أنا أقول بكل صدق مهما كانت التداعيات، وربما بعض الجهات حب تستغل هذا ولا تستغل، لكن ليس هذا السؤال. السؤال الحقيقي هناك ثروات تونسية للشعب حق استغلالها، خاصة وقت نشوفوا يعني الجهات المحرومة في تونس. أنا نحب نقول لك أخي الكريم، زرت مدينة تالا في يوم الأحد الفارط في نطاق معناها جمعية تضامنية مع تالا، يعني صدقني وضع في مزري، وضع محبط، شعب معناها منطقة تعيش فقر مدقع، وبجنبها ثروة أخرى طبيعية هي مثلا استخراج الرخام، وهي معناها منطقة غنية بهذا الرخام، ولكن لا يجلب أي شيء على المنطقة وعلى أبنائها. وهذا من حق كل جهة أن تطالب حقها في التنمية، سواء عبر استغلال نسبة معينة ومعقولة وموضوعية من ثرواتها الجهوية أو من المركزية، معناها كحق مشروع لتلك المنطقة. أستاذ جمال، أختم معك بهذا السؤال، لماذا كما ذكر عبد الرحمن لدغم وزير الحوكمة قبل في عهد الترويكا أن هناك ملفات موجودة وعليها أدلة، ولكن هناك بحسب عبارته هناك لوبيات أوقفت كل آليات الرقابة؟ هل هذه اللوبيات التي يتحدث عنها وقت الترويكا وإلى حد الآن ما زالت موجودة ونافذة وتحول دون فتح ملفات الفساد؟ أنا أجزم ذلك، وأنا تربطني علاقة طيبة مع الأخ عبد الرحمن لدغم، وتحدثنا كثيرا في هذا الموضوع، وهدد عدة مرات بتقديم استقالته، لأنه في كل مرة يحب يفتح يعني هالموضوع، ولكن مثل ما قال يعني هناك لوبيات قوية جدا. من ذلك أنه مثلا مدير عام شركة بريتش غاز هو عضو في حزب كان في الترويكا مثلا يعني بكل وضوح، ولهذا واللي كان ينتمي له ما بين قوسين الأستاذ عبد الرحمن لدغم لنفس الحزب واستقال منه.
لذلك معناها ترابط وتشابك العلاقات خاصة مع الأحزاب اللي جت بعد الثورة واللي موجودة في السابق إلى غير ذلك، هناك ترابط كبير جدا ولا يمكن معناها إنكاره من أي جهة ما. نعم. كذلك أنا نذكر مثلا المسؤول السابق على الملف الاقتصادي والاجتماعي في حكومة الترويكا الأولى والثانية واللي هو سيريفا سعيدي، أنا نذكر كان في على العلن يعني أمام الشعب التونسي في بعض المحطات التلفزية والإذاعية في مارس 2012 يقول سنفتح ملف الطاقة في تونس، ولكن كان حبر على ورق أو كلام. نعم. معناها نعم. على المباشر. طيب. بدون معناها نتيجة. شكرا. وفعلا فعلا الملف هو ملف معناها شائك جدا وتشوبه يشوبه فساد كبير. شكرا جزيلا لك أستاذ جمال الدين العويديدي الخبير الاقتصادي والصناعي، كنت معي من تونس، وأرحب كذلك بانضمام رئيس تحرير قناة الزيتون الأستاذ لطفي التواتي. لماذا لطفي التواتي؟ لماذا قناة الزيتون؟ على اعتبار أنها من القنوات القلائل في تونس التي فتحت هذا الملف وأصرت عليه وطرحته أكثر من مرة، وبملفات وبشهادات خبراء وممارسين مباشرين لهذا القطاع، ولذلك وجود معنا كشاهد ربما على فعلا هذا القطاع وما يدور صلب هذا القطاع. أرحب بك أستاذ لطفي، ما تعليقك على ما هذه الحملة الموجودة في وسائل الإعلام الآن والتي تدعو إلى المصارحة ومكاشفة الشعب التونسي بحقيقة المحروقات التي لديه؟ هل أنها فعلا عندنا ثروة وكما قال بعض نسبح على بحر من الغاز ومن البترول، أم أنه المتوفر فعلا هو الذي يقع التصريح به لا أكثر ولا أقل؟ ألو، مرحبا، هل تسمعني؟ أسمعك جيدا. أنا أعتقد لا أعتقد أن تونس تسبح فوق بحر من النفط، ولكن أنا متأكد وأعتقد جازما أن هناك غموض في هذا الملف وهناك غموض في عدة ملفات، وليس هناك شفافية كاملة تسمح لنا بالتعرف على ما هو يعني ما هي خيرات هذا البلاد. أنا أقول أنا أستعجب من هذه الحملة التي بدأت يعني منذ فترة في فيسبوك بصفة ملحة وصفة غريبة. أنا أطالب بلجنة برلمانية تحقق في هذا الملف وتوضح للتونسيين لكل التونسيين ما هي الحقيقة، وأعتقد أن هناك بعض المبالغات في هذا الملف حسب ما قرأت وشاهدت وسمعت. أعتقد أن كأن هناك أطراف تريد أن توجه اهتمام التونسيين إلى هذا الملف وتبعد اهتمامهم على ملفات أخرى كبيرة وهامة مثل ملفات قانون الإرهاب، مثل ملفات البطالة. طيب أستاذ لطفي، لماذا تصر جهات نافذة كما يقول البعض في تونس على عدم فتح هذا الملف الذي فيه طبعا يعني كثير من الاستفهامات والتساؤلات التي يجب أن يقع الإجابة عنها؟ لماذا لم يفتح أربع سنوات الآن بعد الثورة ولم يفتح، وكل حكومة تأتي تعد بفتح هذا الملف ثم بقدرة قادر يقع نسيانه والتكتم عليه؟ هذا ما كنت أشير إليه. أنا أتساءل لماذا لا تتكون لجنة من مجلس نواب الشعب الآن ولها كل الصلاحيات لتحقق في هذا الملف وتريحنا وتريح كل التونسيين من هذه التساؤلات التي تحرجهم كثيرا. نعم. يعني الحل في إيجاد هذه اللجنة، وأريد أن أعرج على موضوع آخر، هو يعني إحنا في تونس تنقصنا العدالة الاجتماعية وينقصنا يعني قيمة العمل، وقيمة العمل هي أهم من هذه الملفات التي مع نثيرها والتي تتطلب عدة يعني تتطلب عدة لجان وعدة يعني تحقيقات في هذا المجال. نعم.
شكرا جزيلا لك أستاذ لطفي التواتي، رئيس تحرير قناة الزيتونة، حدثتني من تونس. مشاهدي الكرام، طبعا كما تعلمون الآن نشرع في تلقي الاتصالات، ولكن مباشرة بعد هذا الفاصل القصير. إذن مرحبا بكم من جديد، وأشرع مباشرة في تلقي الاتصالات، وكالعادة نجاة من تونس. مرحبا نجاة. أهلا وسهلا سي سمير. مرحبا بك أختي، تفضلي. والله الموضوع هذا يا سي سمير شائك جدا. نعم. ولكن راهو بدا من وثيقة الاستقلال اللي ما نعرفوش محتواها إلى يوم الناس هذا. نعطيك مثلا ثروة الملح. الملح من عهد الحماية، من عهد البي معناها. وهو الآن على نفس المسيرة ونفس الشروط. تصور أنت طرناطة ملح بملي بفرنك كما كانوا يسميوه الفرنسيس. يعني التشكيليات والشبهات اللي دارت حول الثروات التونسية، احنا بوهم عارفين زي ما هيش تعوم على بحر. ولكن زي ما تعرفت الشركات لولا مصلحتهم وربحهم الوفير ما كانوش يسيبوا على تونس. مثلا في الخليج يحكيوا على مرتبات خياليه ياخذوا فيها، في حين ان عندنا برشا كادر توانسه متكونين من مساله البترول، ولكنهم بطاله ما يخدموش. لماذا لا يقحمونهم؟ لسنا ندري. اذا الحمله اللي توا على الفيسبوك وعلى الجرايد وعلى الاذاعات، احنا ما قلناش معناها انتم راكم تونس تعوم على بحر، ولكنني موجود نشوفه بشفافيه. لانه يا سي سمير مثلا طرابلسي هذاك يعني وقت جاتوه في الثوره لقاو عنده 2 مليارات ماخذهم رشوه من عند شركه بتروليه. نعم. دونك دخلت فيها الخواص ودخلت فيها الرشوه وده في المحسوبية ذاك عليه الخواص دخلوا. نعم. دونك المواطن التونسي هو شو يقول لك في الجنوب الثروات تخرج، مش كما قال السيد نور قال لك جهويات، مش هذا. إذا كان احنا ننجو وما نحصلوا الأمراض وتلوث البيئة، على الأقل يا أخي نلقاو حياة مترفعة وتوزع على الجمهورية كاملة، مش على واضح نجاة. مش علاقة بالجهوية. نعم. بارك الله فيك نجاة، بارك الله فيك، رسالة واضحة جدا وقراءة كذلك واضحة، شكرا لك نجاة. محمد من المغرب الآن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، تفضل أخي. شوف يا أخي، عندما تريد أن تخلق البلبلة في مجتمع ما يتخبط في مشاكل عدة، فقل له أن في أرضه بترول أو ذهب أو غير ذلك. يا أخي، ماذا فعلت دول الخليج بهذه النعمة غير تشتيت المال في الفساد؟ وأقول لك أكثر من ذلك، أليس في العراق وسوريا دابا البترول كيعادل آلاف المرات تونس؟ ماذا فعلت كذلك الجزائر في غازيها وهلم جرى؟ المشكل الكبير في العرب هو أننا لما قبضنا الاستقلال ديالنا بنينا البنيان ونسينا الإنسان. والسؤال الجوهري المطروح هو، هل هذه الزوبعة الإعلامية البترولية يراد بها خلق عنصرية بين شمال تونس وجنوبها كما يفعل الآن في الجزائر؟ اللهم احفظ شعوبنا العربية من كل فتنة، آمين. طيب، شكرا لك على المشاركة يا محمد، بارك الله فيك، رأيك يبقى دائما. عز الدين من تونس. تحياتي أستاذ سمير. مرحبا، أهلا وسهلا. يا أخي، ما يدير هذه الشركات وهذه اللوبيات وهؤلاء المسؤولون تحت مسترب الأحمر، إن كانوا مسؤولين فعلا ربي يوم القيامة سيقول قفوهم إنهم مسؤولون، ما يديرهم ما يقلقهم إن طالب الشعب التونسي بإيضاح حقوقه في ممتلكاته؟ مش فيها ثم احنا انتخبنا مجلس النواب، اش قاعد يلعب؟ اش قاعد يعمل؟ قاعد يغطي على الحقيقة. يا أخي اتركوا الكراسي، إلا خليتوا الشعب قاسي وما نجمتوش تحلوا له مشاكله وما تنجموش تخرجوا له حقوقه. الناس كلها يا سيد الفاضل الكريم، الأحزاب والجمعيات والمجتمع والسياسة والرؤساء والوزراء اللي شدوا هذا الكل خذوا انتريتات على ظهر الشعب التونسي طول حياتهم وضمنوا عائلاتهم وضمنوا أولاد 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 أولادهم، فهمتي؟ العمالة اللي عملوها من أجل أن يبيعوا رخام تونس، فوسفات تونس، ذهب تونس،
البترول تونس، غاز تونس، معناها كل ممتلكات ما فوق الأرض وتحت الأرض والفرض ومبابها المعرفة، البلاد كاملة حاطينها معناها للبيع سوف كيبر. شكون اللي يدبر بيته ويهرب ويهبط راسه كالنعامة في الرمل؟ الناس الكل تعرف اللي بترولنا قاعد ينهض، الناس الكل تعرف اللوبيات، شكون هم اللوبيات؟ لأنه الجبن ما يخليهمش يسموهم شكون هم اللوبيات، يعرفوا من هم اللوبيات اللي حاطين عندهم اللي حاطين يدهم على تونس، واللي ذلوا بورقيبة في آخر نهار في الوحدة نتاعو في الدفينة نتاعو، لأنه بورقيبة فهمتي وصل حتى محالهم جبانة، وصلنا حالهم غيرها من تونس، وصل فرض عليهم بعض الأشياء. فهمتي؟ طيب. يعني المسألة اليوم أن الشعب التونسي أنا أقول له أنهض وسر، لا تنحني لا تنكسر، لا تنفني لا تندثر، قاوم انتصر. طيب. المقاومة من أجل ثرواته، لأنهم هم يقولون سنجوع الشعب، سنيبس بطون الشعب كالحجر. طيب يا عزدين، العربي حديقتنا الخلفية، إما أن يطيعون ما طائراتنا جاهزة لضرب الحجر والشجر قبل البشر. طيب عزدين، الآن يريدون قواعد عسكرية ويهددون بالدواعش والنواعش والفواحش، هذه كل ما تنطليش على الشعب التونسي، شعب ذكي وسيأخذ حقه وإن لازم. طيب عزدين، شكرا لك يا عزدين، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك، وسامحني على المقاطعة لأنه في كثير من الاتصالات. علي من الجزائر. مساء الخير سي سمير. مساء النور يا أخي، تفضل. وعلى ضيوفك الكرام والمتدخلين مرحبا. السؤال المطروح هذا المساء مهم جدا على الشعب التونسي. نعم فعلا، حلم الشعوب المغاربية محكوم عليهم أن يندمجوا في إطار واحد، في الطاقة، الزراعة، السياحة إلى آخره، لكي ما يكونش هذا الحلم خيال. الثورة البترولية التونسية مربوطة بمصير الثورة ككل، ضد الفساد والاستغلال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد معي من سيدي بوزيد، مرحبا أحمد. أهلا، تفضل يا سيدي. أهلا وسهلا بك يا سمير. مرحبا بك أخي، تفضل. والله تحكي على الوضع هذا متاع الثروة. أي نعم. ومتاع سيدي متاع تونس. أما خلينا أعطيك بيوت شعرية. تفضل. فيها كل الإحساس. تفضل يا أحمد، تفضل. احنا كنا عملنا ثورة، والثورة هذه راحت، الثورة مشت دخلت على الباب خرجت على الشباك، والتاريخ 23 اكتوبر الثورة، نقول البحر صار فيها حراك، البحر صار فيها حراك وما اصبح معكر، والشعب رمى فيه شباك لا خم ولا فكر، طامع بغنيمة اسماك من هاي يتصرف ويدبر، ودخل في دومه وعراك واصبح ساري ومبكر، وكل حزب عامل اشتراك وهو يطبل ويذكر، في باله وسعي وملاك وفي باله كل شيء متوفر، ظهرت في باله وسعي وملاك وكل شيء متوفر، ظهرت حنة وسواك والجيب فارغ ومنفر، وكل حزب عامل اشتراك وهو يطبل ويذكر، وكل مرة يظهر علينا عزلوك علينا يكذب وينذر، دخلنا في حيرة ورباك وزاد الوضع توتر، وزاد الحال اهلاك على اهلاك، والحال طيب. والحال مهلو والحق مهضوم ومغبر. خلنا أعطيك بيت قصيد على الحكومة التالية هذه. أحمد، حكومة الباشا، حكومة المافيا. يا أحمد، أحمد، حكومة المافيا. يا أحمد، أحمد، تسمع فيها، تسمع فيها يا أخي. نسمع بيه. لو سمحت خلي رقمك عند الإخوة في الكنترول، ربما نتصل بك مرة أخرى لنستفيد من أبياتك إن شاء الله الشعرية المتميزة. خلي رقمك عند الكنترول لو سمحت، وشكرا لك يا أحمد من سيدي بوزيد. محمد الأزهر من قفصة الآن. السلام عليكم أخ سمير. وعليكم السلام ورحمة الله. أخ سمير، الثروة البترولية في تونس حقيقة لا ريب فيها، بدليل أن الجزائر الشقيقة دولة بترولية، وليبيا الشقيقة دولة بترولية، هل سيستثمر بترول الأراضي التونسية؟ وكل من يتصور أن الشعب التونسي غبي، نأكد لك أنه هو الغبي،
وان شاء الله معلومه باش نتفارك سمير نهار السبت ان شاء الله باش نخرج الشعب التونسي كل من تونس العاصمه التطاوين النادي بتامين الثروات في تونس ومحاسبه العصابات اللي قاعده تتصرف فيه وماناش عارفين الاموال وين ماشيه. واضح. اموال طائله تضر فيها الشركات البتروليه. واضح. شكرا لك يا محمد. محمد شكرا لك، بارك الله فيك ونكتفي بهذا القدر. عبد الله من فرنسا الان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا اخي ان بالنسبه للثروات النفطيه والغازيه في تونس هي موجوده يعني لا يشك فيها يعني مشكك، ولكن هنا السؤال يطرح هي الاتفاقيات مع الشركات الاجنبيه من التي تم يعني كيف صارت الامضاءات يعني العقود القديمه من عهد بورقيبه كيف كان يعني استغلال الغاز والنفط التونسي من قبل الشركات، ثم انه الدوله يا اخي هي المسؤوله على الثروات يعني هي هذه يعني موضوع هو يمس سياده الدوله واستقلالها، يعني دوله لا تملك القرار في استغلال يعني طاقته والتصرف فيه في بيعه وفي العقود وفي الاتفاقيات لابد من خبراء يعني مختصون يدققون في تلك العقود، ثم يقع يعني تطهير الشركات الخبيثة والعملاء التونسيون الذين دمروا البلاد ونهبوا أموالها ويسخرون من الشعب التونسي. هذه هي الأمور، وهناك لابد من الجرأة للقول يعني للسراق الذين هم في لباس يعني مسؤولون وزراء ولوبي يعني مدمر للبلاد، ونسأل الله أن السلامة. طيب. فأنا أخي أرجو نقطة واحدة فقط، هنا الآن تمييع الشعب وإلهاء الشعب بأشياء أخرى، هذا يعني ربما يعني يريد الحاكم الحالي يعني تغطية عن فشله في تسيير البلاد اقتصاديا. طيب. وخاصة الشباب. واضح. الذي هو مهمش والعاطلين على العمل وهم معطلون على العمل. طيب. وثرواتهم يعني بين أيديهم ولا يملكون القدرة حتى للعيش الكريم. شكرا عبد الله. شكرا لك، بارك الله فيك يا أخي عبد الله، بارك الله فيك. يوسف من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا اللي نقول الدول العربية وهو أن يقووا مؤسساتهم، لأن رقابة مؤسسات هي التي تعطي حقوق للشعوب. أما ما يقال أن شركات تأتي وتأتي، الدول لها قوانين لها سيادة. يجب عليها أن تتحكم في سيادتها. طيب. رحنا دول ماشي نعبث بهذا، يجب على الشعوب أن تعلم المراقبة المستمرة. هي دول أوروبية ليس لها بترول ولا حاجة وتعيش في نعيم. شكرا لك يا أخي يوسف، شكرا لك، بارك الله فيك. الرسالة وضحت، الشعوب لابد أن تقوم بدورها في المراقبة، وهذا لابد له كذلك من مستوى من النضج والوعي ومن الثقافة ومن التعلم، ويبدو أن الشعوب العربية في كل حالات في هذا الاتجاه، تسير في هذا الاتجاه. الثورات العربية الأخيرة تدل على ذلك دلالة واضحة، لم تقم بها النخبة ولا الخيرة إن صح التعبير من هذا من هذه النخبة، قام بها الشعب العادي، وهذا دليل وتعبير عن كل هذا الوعي الذي بدأ يدب في جسد هذه الأمة العربية والأمة الإسلامية، وإن شاء الله مستقبلها سيكون أفضل بكثير من حاضرها ومن حتى من ماضيها. طبعا بهذا نأتي نحن إلى نهاية المشهد التونسي لهذا المساء. كان موضوعه طبعا الثروات البترولية في تونس والجدل الذي ثار حول هذه الثروة. طبعا شاركنا الأستاذ معز جودي وهو خبير اقتصادي، الأستاذ جمال الدين العويديدي خبير اقتصادي وصناعي، وكذلك لطفي التواتي رئيس تحرير قناة الزيتونة. أشكركم أنتم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة والمشاركة. لقاؤنا بحول الله يتجدد غدا، إلى ذلكم الحين لكم مني ومن كل الفريق العامل تحية طيبة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.